بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بدراسة الفصل الثاني ومع الدرس الأول بعنوان مجموعات الحيوانات. خلق الله سبحانه وتعالى أنواعا كثيرة جدا من الحيوانات، هذه الأنواع تختلف في صفات وتتشابه في صفات أخرى، وقد قام العلماء بتصنيف هذه الحيوانات لكي يسهل دراستها والتعرف عليها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. فالحيوانات تتشابه في صفات وتختلف في صفات أخرى، كما ورد في الآية أن بعض الحيوانات تمشي على بطنها، وبعض الحيوانات تمشي على رجلين، وبعض الحيوانات تمشي على أربع. بعض المصطلحات التي وردت في هذا الدرس سنقوم بدراستها بالتفصيل بإذن الله: الثديي والطائر ودورة الحياة واليرقة. مجموعات الحيوانات، كما نرى في الصورة بعض الحيوانات، هذه الحيوانات تختلف اختلافا كبيرا. بعض الحيوانات تعيش في الماء، وبعض الحيوانات تعيش على اليابسة، وبعض الحيوانات تلد، وبعض الحيوانات تبيض. كيف نقوم بتصنيف الحيوانات في مجموعات؟ أولا، الصفات المشتركة بين الحيوانات. ما هي حاجات الحيوانات أو الأشياء التي تحتاج إليها جميع الحيوانات؟ الماء والهواء والغذاء والمأوى وأيضا ضوء الشمس. قام العلماء بتصنيف الحيوانات إلى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى تسمى الفقاريات، وهي الحيوانات التي لها عمود فقري، وهذا العمود الفقري يوجد في الظهر. وبعض الحيوانات ليس لها عمود فقري، وهذه الحيوانات تسمى اللافقاريات. نبدأ أولا بدراسة الفقاريات، وأول مجموعة من مجموعات الحيوانات التي سنقوم بدراستها وهي من الفقاريات هي مجموعة الثدييات. بإذن الله في هذا الدرس سنقوم بدراسة 6 مجموعات من مجموعات الحيوانات. المجموعة الأولى هي مجموعة الثدييات، وهي حيوانات جسمها مغطى بالشعر أو الفرو، وتتنفس عن طريق الرئتين. ما اسم الغاز الذي تتنفسه جميع الحيوانات؟ غاز الأكسجين. ما يميز هذه المجموعة من مجموعات الحيوانات؟ أن الأنثى تلد وترضع صغارها الحليب. يبقى المجموعة الأولى مجموعة الثدييات، حيوانات جسمها مغطى بالشعر أو الفرو، وتتنفس عن طريق الرئتين، والأنثى تلد وترضع الصغار، ترضع صغارها الحليب. أمثلة على الثدييات: الإنسان والأرنب والزرافة والأسد والفيل. هذه الحيوانات جميعها تعتبر من الثدييات، لأن الأنثى تلد وترضع صغارها الحليب. المجموعة الثانية مجموعة الطيور، وهذه الحيوانات جسمها مغطى بالريش، ولها منقار، ولها جناحان. أمثلة على مجموعة الطيور مثل الحمامة والعصفور والنسر والصقر. هذه الحيوانات تعتبر من مجموعة الطيور، وأيضا البطة والأوز. هذه الأشياء تعتبر من مجموعة الطيور لأن جسمها مغطى بالريش وأيضا تبيض. المجموعة الثالثة هي مجموعة الزواحف. مجموعة الزواحف جسمها مغطى بالحراشف، وبعض هذه الزواحف سميت زواحف لأن بعض هذه الحيوانات تزحف على بطنها،
مثل الثعبان، فالثعبان يعتبر من الزواحف. وما يميز هذه المجموعة من مجموعات الحيوانات أن جسمها مغطى بالحراشف، ولها أرجل قصيرة وبعضها عديمة الأرجل. أمثلة على الزواحف: الثعبان والسحلية والسلحفاة والضب. المجموعة الرابعة مجموعة الأسماك. المجموعات الثلاثة التي ذكرناها، الطيور والزواحف والثدييات، تعيش على اليابسة. أما مجموعة الأسماك فإنها تعيش في الماء وتتنفس بالخياشيم، تتنفس الأكسجين الذائب في الماء. جميعنا نعلم الأسماك ونأكلها، مثل الكنعد والهامور وسمك التونة. هذه الأسماك نعرفها، وسمك البلطي والروبيان. هذه الأسماك تعيش في الماء وتتنفس بالخياشيم، تتنفس الأكسجين الذائب في الماء. الصفة المشتركة بين هذه المجموعات الأربعة أنها من الفقاريات. الأسماك من الفقاريات، والزواحف من الفقاريات، والطيور من الفقاريات، والثدييات أيضا من الفقاريات. المجموعة الخامسة مجموعة البرمائيات. وهذه المجموعة تتميز بأن حيواناتها تعيش في البر وتعيش على اليابسة وأيضا تعيش في الماء، لذلك كانت التسمية البرمائيات، أي البر والماء. أمثلة على مجموعة البرمائيات: الضفدع والسلمندر. هذه الحيوانات عندما تكون صغيرة تبدأ حياتها في الماء، ثم تنمو وتعيش على اليابسة، وتستطيع أيضا أن تعيش في الماء. أمثلة على مجموعة البرمائيات: الضفدع والسلمندر. ما يميز هذه المجموعة أنها تتنفس بالخياشيم وأيضا تتنفس بالرئتين. وهذه المجموعات الخمسة، البرمائيات والأسماك والطيور والزواحف والثدييات، من الفقاريات. أخيرا الحيوانات اللافقارية، سنقوم بدراسة مجموعة الحشرات. وهذه المجموعة من اللافقاريات، وتتميز بأن الحشرات لها ستة أرجل. عدد أرجل الحشرات ستة، ولها أيضا قرنا استشعار يساعدان الحشرات على الإحساس والتذوق والشم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس، وانتهينا من دراسة مجموعات الحيوانات الست، وجزاكم الله خيرا.